يسعد لي مساكم من مطبخ لولو كيتشن. اليوم أكلتنا طيبة كتير خفيفة كمان، كوسة باللبن، نفس مكونات الكوسة اللي بنعملها دايما باللبن، بس هاي كوسة مخرط. عندي 4 كوسيات كبار، خرطتهم بهالطريقة هاي. هيك هيدي أكلة أمي المفضلة الله يرحمها، هي كانت دايما تعملنا إياها وبحبها كتير أنا، عشان هيك تعلمتها. معنا تقريبا شي كيلو كيلو ونص كوسة مخرط. راح أحتاج لوقية ونص تقريبا أو أقل شوي لحمة مفرومة، بقر أو غنم حسب ما أنتو بتحبوا، بس أنا بفضلها بقر أخف. عندي بصلة وسط مفرومة صغير، عندي كيلو لبن، كيلو لبن. انا اللبن اللي عنا نحنا بيبقى جامد، مش مثل لبن لبنان بيبقى خفيف. عندي البهارات من كل نوع، نص معلقة، معلقة قرفة، معلقة نص معلقة قرفة صغيرة، نص معلقة 7 بهارات صغيرة، ومثلها فلفل حلو. عندي معلقة ملح ومعلقة ونص نشا الذرة، بدي اخلطهم مع اللبن. وعندي حص ثوم مبشور، واخر شي نعناع اليابس. حطيت شوية زيت ورجعت حطيت عليهم معلقة زبدة صغيرة، لانه هالاكلة طيب ما تكون شوي دسمة. هلا بدي انزل البصلة اللي معيها. نزلت اللحمة فوق البصلة، ما ضروري البصلة يعني تحمر او شي، المهم تدبل، ما بدي اياها تحمر او تعطي لون لانه بتنزعلي لون اللبن. بعد ما تغير لون اللحمة رح احط هلا شوية ملح فوق منهم من الملحات اللي كانوا، والبقية رح احطهم مع اللبن. رح ضيف البهارات، ما بدي كتر كمان كتير بهارات لانه كمان البهارات بتنزع لون اللبن، بيسود اللبن، ما بدي انا هيدا يصير معي. رح ضيف الكوسة فوق اللحمة، رح خلي الكوسة تتنسف مع اللحمة والبصل تاخذ الطعمة منهم. بدي اياها تتنسف منيح وبنفس الوقت تستوي وما تتحمر يعني كثير. رح اطفي تحتها واحطها على جنب لانه هلا بدي ابتدي باللبن. هلا معي اللبن، بدي نزله بقلب مصفية. شفتوا قديش اللبن نحن عنا سميك، بدي نزله بقلب مصفية لانه بدي كمان حط فوق منه الملح والنشا. رح حط كمية الملح، رح حط النشا، واحركوا مع بعض لينزلوا حتى ما يتقطلوا. على البارد كله يتو، على البارد يعني، ما حطيت اللبن بعد على النار. وهيك صار عندي اللبن، شفتوا قديش جامد. رح زد له شوية مي، يعني تقريبا شي نص كوباية، هاي نظرية يعني. هلأ بدي بلش اغلي على النار، رح دور النار تحته. رح ضلني احرك باللبن لحتى يغلي، لانه اللبن اذا تركتوه ممكن يشوط.
على النار، وبس يشوت ما تقعد تطلع طعمته طيبه وريحته بتطلع كمان بشعه. لازم تضل ايدكم باللبن لحتى يغلي. بلش يغلي اللبن، رح نزل الكوسه. رح زيد هلا الثوم، واخر شيء رح زيد النعناع اليابس واتركهم يغلوا مع بعضهم على نار هاديه كثير. شايفين ما احلى المنظر. هلا رح اتركهم يغلوا شوي لحتى تستوي بعد حبه الكوسه اكثر، نرجع نسكبهم بصحن التقديم. خليكم معنا. وهيك خلصت معنا اكلتنا لليوم، الكوسه مخرط باللبن، كتير طيب وشهي ولذيذ. فيكن تاكلوا معه رز مفلفل او بالخبزه، فيكن تغمسوا وتاكلوا. كمان بيتاكل معه بصل اخضر، كتير طيب. بتمنى يكون عجبكم هيدا الطبق لليوم، واذا عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، والى اللقاء في فيديو جديد.